مرحبا، اليوم السبت 24 ايلول ومثل العاده بهالوقت حلقه جديده من اخبار الصباح. اليوم مسرح المدينه باحتفاليه ال 20 سنه محطه مع مؤتمر اطلاق مهرجان بيروت الدولي للسينما بدورته ال 16، ومن بعد التقرير بنستقبل كوليت نوفل مديره المهرجان لنحكي معها اكثر عن البرنامج لهالسنه، بالاضافه الى ضيفنا الثاني فادي نصر نائب رئيس اللجنه المركزيه لاخويات شبيبه العذراء، ومعه بنحكي عن احتفاليه العيد 22 يلي رح بتصادف بكره الاحد. إذا هذا ملخص عن الحلقة اليوم وشو رح تتضمن من تقارير. إنه بالعادة ناخد اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية، إنما لهلأ بعد ما ردوا علينا مشان هيك رح ننتقل مباشرة لعند بيارات نعرف عناوين الصحف. مرحبا، صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين. شو عناوين صحف بيروت لصباح يوم السبت؟ جولة بنديها هلأ. جولتنا لليوم رح نبداها مع عناوين صحيفة النهار. حلب الشرقية تغرق في جحيم الغارات، كاري يحذر من الفصل الأسوأ للحرب، سقوط 91 قتيلا في الأحياء الشرقية لحلب، لافروف يؤكد أن لا حل عسكري للأزمة، أوباما استخدم الفيتو ضد تشريع يسبح من مقاضاة السعودية عن 11 أيلول. ودائما بعناوين صحيفة النهار، من المأزق الحكومي إلى توأمه النيابي، أطنان النفايات تختمر انتظارا لتشرين، التمديد لقائد الجيش يبدو حتميا والتمديد لرئيس الأركان يكتنفه الغموض، اتهام 4 مصريين بغرق المركب وحصيلة القتلى إلى 160، حريق النفط في القيارة يهدد عملية الموصل، زيباري يتهم المالكي بأنه وراء إقالته، وبعنوان أخير الأمم المتحدة تتوقع نزوح مليون شخص في حال بدء معركة الموصل. من صحيفة النهار بننتقل إلى عناوين صحيفة السفير. الأمير الداعشي عماد ياسين: أين أنا؟ أعيدوني إلى بيتي. والصورة اللي عم نشوفها بصحيفة السفير لليوم والعنوان العريض: أزمة التفاح، الخسارة بين 60 و100%. عم نشوف إذن هيدا تحقيق خاص بتنشره صحيفة السفير لليوم. حلب الشرقية خطة باء روسية، قصف ثم توغل لاستغلال انهيار حاضنة المسلحين وأمرائهم، عرض سعودي نفطي لإيران، خفض الإنتاج في موسم الهبوط، أوباما يمنع مقاضاة السعودية إلى حين، وبالصفحات الداخلية عن أوباما والبنتاغون وسوريا الخلاف حتى اللحظة الأخيرة، الكوستا برافا على خطى برج حمود، وبعنوان أخير لبنان يخطو نحو اقتصاد المعرفة بخطوات ثابتة. من صحيفة السفير إلى عناوين صحيفة الحياة: الغارات الكثيفة تدمر مباني شرق حلب والأطفال غالبية الضحايا، كاري ولافروف يلتقيان في نيويورك وبحث مشترك في أفكار بناءة، هادي يحذر من إرهاب طائفي ترعاه إيران، المصارف العربية تدعم نقل المركزي اليمني إلى عدن، الصدر يشترط تغيير قانون الانتخابات للمشاركة في كتلة عابرة للمحاصصة، تحالفات الإسلاميين والتكتلات السياسية ترسم صورة البرلمان الأردني الجديد، ياهو ضحية أكبر قرصنة إلكترونية في التاريخ، سرقة معلومات تخص 500 مليون مستخدم، روحاني يمد يده للأمريكيين، دعا شركاتهم إلى الاستثمار في إيران. وبالصفحات الداخلية بالحياة لليوم: مصالحة بين الإسلاميين ووزيرة التعليم الجزائرية، وبعنوان أخير جولين يدعو أوروبا لوقف استبداد أنقرة. نوصل إلى صحيفة المستقبل وبالعناوين: هولوكوست حلب تستعر والعالم ضمير غائب، طهران تخشى اتفاقا روسيا أمريكيا تحت الطاولة يتجاهل مصالحها، قرصنة بيانات نصف مليار مستخدم لياهو، دي سي ليكس ينشر نسخة من جواز سفر ميشيل أوباما، الحريري يهنئ المملكة باليوم الوطني، أوباما يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون مقاضاة السعودية، مراسلون بلا حدود تندد بقمع إيران الصحفيين. ودائما بصحيفة المستقبل: الصدر يؤيد الانتخابات بشروط ويرغب في كتلة عابرة للطائفية. وبالصفحات الداخلية بصحيفة المستقبل لليوم: السرايا النائمة الناقمة على الأمن والأمنيين، حزب الله الفراغ أو الفراغ، خلوة المعارضة العونية خطوة للإصلاح والتغيير،
السفارة السعودية تحيي العيد الوطني 86 في البيال. الأنصار يعود منصور بفوز صعب على التضامن، وبكرة بالمستقبل العلامة محمد حسن الأمين ظاهرة حزب الله فاقعة التناقض مع الدولة. من المستقبل منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الأنوار. أهوجي: توقيف أمير داعش أنقذ عدة مناطق لبنانية من التفجيرات. انتشال طفل من تحت الأنقاض في حلب، 91 قتيلا في الغارات المدمرة. مقالة رفيق خوري لليوم حملت عنوان: عجز سياسي متزايد وقدرة أمنية متعاظمة. باريز: قصف حلب يشير إلى خطة لتقسيم سوريا. انتشال 148 جثة لغرق قارب المهاجرين قبالة مصر. ألمانيا تتوقع معركة طويلة في الموصل. بحث إنشاء معمل لمعالجة النفايات في كسروان. ومن صحيفة الأنوار، وقبل ما نتابع مع بقية عناوين الصحف، اتصالنا هلا صار جاهز مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على الخط الأستاذ رفعت العزي لناخذ منه تفاصيل عن طقس اليوم، كيف رح بيكون خلال الويكند طبعا، وشو مخبلنا للأسبوع المقبل. أستاذ رفعت صباح الخير. أهلا، صباح النور. تأخرنا على بعض اليوم. يعطيك العافية. هذا تغيير الطقس. مش مشكلة، هيك مغير كثير، يلا حطنا أكثر بالتفاصيل. الطقس لا، جبنا ببلش يستقر ابتداء من صباح السبت، يعني من اليوم يعني. نعم. فالطقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجة الحرارة. وبتنشط الرياح أحيانا. يعني هالارتفاع نحن ما رح نشعر فيه نسبيا. إيه، منو الارتفاع يعني، ارتفاع محدود. نعم. والأحد بيرجع كمان في عنا ارتفاع طفيف كمان بدرجة الحرارة. نعم. أما التنين فبيرجع بنعاود لانخفاض محدود بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة المسيحة. وبترجع الأمطار مع الأسبوع اللي جاي أو ما مبين عليكم؟ الأمطار ما مبين في أمطار، ولكن بتنخفض شيء بسيط. لكن هي هي الشت والشتتة اليوم الصبح، يمكن هيدا آخر شيء مبدئيا هلا الأيام اللي جاية. يعني بلش الخريف يعني طبعا فعليا. نحن رسميا نحن خلص متى قطعنا 21 أيلول يعني صرنا بالخريف. صحيح. صح؟ طيب تفضل بالأرقام عن اليوم. هلا بالنسبة الحرارات المتوقعة على الساحل لليوم من 22 لل 31، وعلى الجبال من 16 لل 25. هلا بالداخل من 17 لل 32. رياح شمالية ناشطة من 10 لل 40 كيلومتر بالساعة. نعم. والرؤية متوسطة بتسوق أحيانا على الجبال. أما الرطوبة فبتتراوح على الساحل ما بين ال 50 و 80%. بالنسبة للبحر معتدل وحرارة سطح الماء 28 درجة. نعم، نتشكرك على وقتك استاذ رفعت، ونتمنى لك ويك اند حلو. يعطيكم العافية. الله يعافيك. من اتصالنا من مصلحة الأرصاد رح نرجع مرة جديدة لعناوين الصحف وجولتنا، ومنتابع هلأ مع عناوين صحيفة اللواء. أحياء حلب الشرقية في جحيم الغارات النظامية الروسية. فشل جديد لاجتماع كاري ولافروف، والبيت الأبيض يحمل موسكو المسؤولية. أوباما يضع الفيتو على قانون 11 أيلول. الرابية لم تسقط الرهان على 28 أيلول، واعتراض مسيحي على التشريع. اهتمام دولي بتوقيف أمير داعش، وإجراءات للجيش لاعتقال الخلايا المتوارية. اللجنة الرباعية: الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين. إصابة فلسطيني إثر محاولته طعن إسرائيليين قرب الخليل. وبعنوان أخير: ولي العهد السعودي: نجاحنا الأمني محل أعجاب عالمي. من صحيفة اللواء منتابع مع صحيفة البلد، وبأبرز العناوين: ضيق خيارات بين سلام والعونيين، التعيينات أو الشارع. والصورة اللي عم نشوفها طبعا لأطنان النفايات المكدسة، وهون تحديدا بمقابل السفارة الكندية على أوتوستراد جل الديب في انتظار الملاذ الأخير. حلب تحت الغارات ولا محادثات الشهر المقبل. الجيش العراقي يحرر جزيرة البغدادي. هل أدخل اعتقال ياسين عين الحلوة في واقع جديد؟ مداهمات في الضاحية على خلفية اعتقال أمير داعش، وبعنوان أخير: الليطاني بين التلوث وخطة عمل وردية، الوباء مستمر. ونوصل إلى الصحف الأجنبية، وبأبرز العناوين مع صحيفة The Daily Star لليوم: مخاوف من حمام دم في حلب بعد أعلان الجيش العمليات، وحزب الله انتخبوا عون.
من ذا ديلي ستار منتابع مع ترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور: سوريا، باراك أوباما وبوادر الندم. حلب أصبحت مختبر حي للصواريخ الروسية، وبعيدا عن السياسة جيمي كيروز يتوج بالذهب. بنقول مبروك للمخرج اللبناني الشاب جيمي كيروز اللي نال جائزة عن فيلمه نوكتيرن إن بلاك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبيصدر اليوم مع صحيفة لوريون لوجور ملحق لوريون لوجور جونيور. منتابع جولتنا وبصحيفة الشرق لليوم: هل تستأنف فرنسا مبادرتها الرئاسية؟ الروس والنظام يدمرون ما بقي من حلب. فرنجية: عون لا يزال حليفنا. جيش العدو يتدرب في قرية لبنانية. مصر: ضحايا مركب الموت إلى 162. الراعي: عار على السياسيين التمسك بالمواقف المتصلبة. سلامة لإصدار أنظمة مكافحة تبييض وتمويل الإرهاب. وبالعناوين الأخرى: فرنسا تصادر أموال وأراضي رفعة الأسد. وختاما وضمن رأي الشرق لليوم بألم عون الكعكي: المطلوب تدمير سوريا وإبادة جيشها. والصورة اللي عم نشوفها هي فإذا لحلب، حلب يلي عم تشهد حمام دم جديد من بعد ما تتعرض لقصف روسي سوري. من صحيفة الشرق متابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: جاستا يعود إلى الكونغرس بفيتو أوباما. البيت الأبيض تعمد إرساله بنهاية الجمعة لتأخير التصويت إلى ما بعد الانتخابات. حلب تحتضر تحت البراميل المتفجرة وفرص إنقاذها تتلاشى. فتح الشام تفتي بحرمة القتال مع درع الفرات. هادي أمام الجمعية العامة: سنخلص اليمن من مخالب إيران. خمس ملفات أمام مجلس الأمن حول انتهاكات طهران. ياهو تقر باختراق نصف مليار حساب وتطالب المستخدمين بتغيير كلمة السر. اتهمت دولة لم تسمها في ثاني عملية قرصنة تتعرض لها منذ 2012. الجماعة تعرقل التطبيع بين القاهرة وأنقرة. الإخوان يفتحون جامعة باسطنبول للملاحقين أمنيا. ومن الشرق الأوسط إلى صحيفة الجمهورية، والختام رح بيكون فأذن مع عناوينا: عون ينتظر الحريري وقراره. جحيم حلب عنوان الصورة اللي عم نشوفها، والتعليق بنتركه لإلكم. وبالعناوين الأخرى: من لا يريد انتخاب ميشيل عون رئيسا؟ مكاسب جعجع والسيناريو المكرر. أبرز مضامين اتفاق كاري لافروف حول سوريا: أرسنال تشيلسي ويونايتد ليستر الأبرز. وبيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار سبت ملحق خاص طب ودواء. جولتنا على صحف اليوم وصلت لختامها، بنتوقف هلا مع بريك، ومن بعده جوله على ابرز المواعيد الفنيه والثقافيه مع جوال. ضلكم معنا. رح نبدأ جولتنا على المحطات الثقافية والفنية مع الموسيقى. مدرسة الموسيقى بجامعة سيدة البيزة بالاشتراك مع سفارة الأورغواي بيدعو إلى حفل موسيقي على الأورغ مع العازفة كريستينا غارسيا بونيغاس من الأورغواي 3/27 شهر الساعة 8 المساء بجامعة سيدة البيزة. ذوق مصبح. منضل بجامعة سيدة الويزة يلي بتدعي مع مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية إلى حضور فيلم سينمائي مثل كل نهار تنين، ومرة بالشهر هالمؤسسة بتخصص المحطة للأفلام اللبنانية. هل تنين الفيلم للمخرجة ديما الحر كل يوم عيد، إنتاج سنة 2010، تمثيل هيام عباس وريا حيدر، و بالإضافة إلى عدة ممثلين. حلقة نقاش رح بتكون من بعد العرض بحضور المخرجة وإكيب العمل. إذا الموعد تنين المقبل 26 شهر الساعة 7 بالأنديو. On est sorti par la porte de service. On s'est retrouvé près d'un tunnel. Et on s'est mis à courir. منتابع مع أخبارنا. حفلات وأمسيات كثيرة بتستضيفها حانة سهرية بصيدا، واليوم نحن على موعد مع فرقة المخادعون يلي رح بيقدموا الأغاني المصرية واللبنانية. علي الخطيب غناء وعود، أسامة الخطيب على البيز، أحمد الخطيب على الإيقاع، ووليد ناصر على الطبلة. والموعد الليلة الساعة 10، إذا بحانة سهرية بصيدا.
إلى مسرح المدينة يلي عم بيحتفل بمناسبة مرور 20 سنة على إنشائه مع عروض فنية ومسرحية بتبلش ابتداء من 14 تشرين الثاني، والافتتاح مع عرض الملك يموت لفؤاد نعيم الساعة 8 المساء، ومن بعد العرض أمسية موسيقية مع الفنانة ريما خشاش ابتداء من الساعة 10. وعود لا تصدق ولا تنسى، عهود مع اللي مالوش أمان، وعود لا تصدق ولا تنصان. من مسرح المدينة إلى مترو المدينة اللي بيقدم عبد الكريم الشعار يغني فكروني برفقه خالد نجار على العود، بهاء ضوء على الايقاع، محمد نحاس على القانون، وزياد جعفر على الكمانجا. عبد الكريم الشعار اللي دائما بنقي اغنيه من اغنيات كوكب الشرق ام كلثوم، هالمره الاغنيه فكروني وبنسمعها. إذن الموعد مع عبد الكريم الشعار نهار السبت 24 الشهر الساعة 10 المساء. منتابع المهرجانات ما زالت مستمرة، ومنضوي هلأ على مهرجان برجة يلي توقف لسنوات عديدة ورجع هلأ بنسخة جديدة. بكرة نهار الأحد محطات فنية ثقافية وغيرها، وسهرة رح بتكون مع الفنان صبحي توفيق مع تكريم لعدة شخصيات فنية. شوفك سارح بخيالك، شايف بعيني بكرة شو مخبالك، بعرف انه صعب نكمل قصتنا الغريبة، وانك خايف حدك تبقى لي حبيبي، بتطلع فيي شوفك سارح بكرة شو مخبالك. منتابع مع اخبارنا ضمن الاحتفالات السنويه اللي بتنظمها رعيه مار منصور بالنقاش. موعد يوم السبت المقبل مع ريسيتال ديني مع المرنمه جمانة مدور بتمام الساعه 7:30. يا سيد الرحمة يا سيد الغفران. منتابع رح يجتمعوا الفنانة باسمة مع الفنان نادر خوري بأغنية تكريمية للراحل الكبير سعيد عقل من كلمات رودي رحمي وألحان نادر خوري. الحفلة رح بتصير الشهر المقبل بالاشتراك مع كورال مدرسة القلبين الأقدسين بكفر حباب. ليلة صيف رحبانية عنوان الأمسية مع الفنان سيمو عبيد يلي رح يستضيف البحر الميت بعمان بالأردن الجمعة 27 أيلول 23 أيلول. هاو فاو 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 فاو
كنت مفكره 27 طلعت 23 امبارح يعني كانت. رح نتابع تحت عنوان فيت بريجننسي يوغا، بتوقع مدربه اليوغا والاعلاميه دوريس الحاج دي في دي الخاص بتمارين اليوغا لنساء الحوامل، والموعد نهار الخميس 6 تشرين الاول من الساعه 4:30 للساعه 9 المساء بكابوتشينو بالزيتونة باي. منتابع بتدعي ميش ضياء فاونديشن الى المشاركه بعشاها السنوي اللي بتكرم من خلاله الصحافه والاعلام، بيتخللوا عده محطات ومنها محطه فنيه مع الفنانه ميريام فارس ب 19 تشرين الاول بالبافيون رويال بالبيال. من بعد مهرجان سنوي بتنظم جمعية إنماء إهمش بالتعاون مع البلدية معرض الموني 2016 لسنة تانية على التوالي يلي افتتح مبارح وبتابع لنهار بكرة الأحد، وبيتضمن ستاندات للأكل البلدي التراث اللبناني ومحطات فنية موسيقية من بيناتهم عزف على الأعود بالإضافة لعرض أفلام للرحابنة. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على المحطات الثقافية والفنية، رح نعرف أكثر هلا عن أحوال الطرقات مع بيارات. المؤهل الأول أحمد شعبان من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن وضع الطرقات حاليا. صباح الخير. ايه صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. تفضل بالتفاصيل، كيف عم تكون الطرقات حاليا؟ بالنسبه لحركه السير مثل ما صرنا معودين صباح كل سبت، اجمالا حركه السير عم تكون خفيفه لطبيعيه على نعم. اغلب المحاور. نعم. المدخل الشمالي حركه طبيعيه من جوني باتجاه بيروت، عم تكون ناشطه من قنط الياس باتجاه جل الديب نهر الموت. كذلك في عندنا حركه ناشطه على بوليفار سن الفيل دون توقف. نعم. المدخل الجنوبي كذلك الحركه لا زالت طبيعيه، في عندنا حادث اصطدام على طريق الوزاعي قبل النفق. نعم. بين سيارتين نتج عنه ريحة تسبب لنا بشوية حركة سير بالمحلي، إنما تم إزالته على جنبه ومش الحال. بالنسبة للمدخل الشرقي الحركة كذلك طبيعية. داخل بيروت العاصمة التقاطعات والمستديرات والإشارات كذلك بعدها طبيعية. مشاكل على الطرقات ما عنا، هيدي بشكل عام الحركة. نعم. بالنسبة للحوادث اللي تسجلت عنا خلال ال 24 ساعة، تسجل عنا 8 حوادث سير، كان في عنا 8 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء. نعم. وبالنسبة لمخالفات السرعة، بالنسبة لمخالفات السرعة تم تنظيم 861 محضر سرعة زائدة، 764 نهارا و97 ليلا. نعم. بنلفت نظر المواطنين أكيد مع بداية هطول الأمطار إنه سهولة الانزلاقات بتكون كتير، كرمال هالشيء بنطلب منهم أكيد توخي الحذر أثناء القيادة. نعم. وعدم تجاوز السرعات على الطرقات ووضع حزام الأمان حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. نتشكرك على وقتك المؤهل الأول أحمد شعبان، اكيد تحيه لك ولكل العناصر يلي بتشتغلوا 24 ساعه على مدار النهار يمكن تتامنوا الامن والراحه للمواطن على الطرقات. رح نتوقف هلا مع بريك ثاني ومن بعده منتابع اخبار الصباح مع ضيوفنا لليوم، ضلكن معنا. صباح الخير. الوزير السهر، الوزير الخارق، الوزير البرتقالي، ألقاب عديدة استحق بجدارة الوزير باسيل، واليوم بينضاف لقب جديد على هالألقاب وهو وزير التفاح. صاحب الحلول والمعجزات من وعد ال 24 ساعة كهرباء إلى سد جني اللي بخالف كل المعايير الدولية والشروط البيئية، وجد الوزير حل نهائي لأزمة تصريف التفاح اللبناني. بعد مداولات وجولات مكوكية بين مجلس الأمن وحلف الناتو وحتى دول البراكس، وجد وزير التفاح أنه الحل بإلزام المنظمات المعنية بملف النازحين السوريين شراء كل محصول التفاح اللبناني. من نيويورك غرد وزير الخارجية ومثل كأنه ما غرد. رغم كل هالهرج والمرج السياسي وبعض فصول مسرح الشانسونيي يلي شكلوه بعض السياسيين رموزه وأبطاله، رغم كل يلي عم بيصير حولنا من دمار لمدينتنا التاريخية الرائعة ومن تشويه لأرضنا لبحرنا لساحلنا وللإنسان، وقفت الفنانة نضال الأشقر لتعلن احتفالية العشرين سنة لمسرح المدينة.
20 سنة شكل مسرح المدينة انعكاس فني ثقافي مسرحي حضاري لبيروت وأهلها. برنامج الاحتفالية يلي بتنطلق ب 14 تشرين الأول رح نتعرف على تفاصيلها من خلال هالتقرير مع زميلتنا ماري تيريز معروف. نضال الأشقر قدرت تجمع عدد كبير من المسرحيين المخضرمين اللبنانيين احتفالا بالعيد العشرين لمسرح المدينة، هالمكان يلي طبع ذاكرة كتار وخلق مشاهد لا تنتسى بكواليس أفكارهم. مسرح المدينة بيت كل المسرحيين رح يرجع يجمعهم باحتفالية 20 سنة من 14 لغاية 26 تشرين الأول. للإعلان عن البرنامج أقيم لقاء من تنظيم مؤسسة المسرح المخرجة والممثلة نضال الأشقر، جامع المشاركين مع أهل الإعلام والفن. الحقيقة اليوم عم نحتفل بأكثر من 20 سنة مسرح المدينة، بأول 20 سنة، وإن شاء الله نكون كلنا موجودين بتاني 20 سنة، لأنه من المعجزة إنه بلبنان يستمر مسرح 20 سنة، لأنه بهيدي الأوضاع اللي نحن موجودين فيها هل الثقافة هي مهمشة كليا، والمسارح عم بتسكر والممثلين ما عندهم شغل. عمل مسرحي رح يشهدن المسرح، الانطلاقة مع فؤاد نعيم ومسرحية الملك ياموت، ليتم عرض يوميا مسرحيتين، منها مسرحية لعصام بوخالد، لروجي عساف، نرجي سراتي، لينا خوري، جاك مارون، ميشيل جبر، لينا أبيض، كريم دكروب، نضال الأشقر، إلى جانب حفلات موسيقية وعرض فيلم لزينة دكار. كل واحد منا عنده الأبروش تبعه المسرحي المختلف، كل واحد منا جاي من خلفية ثقافية مختلفة، ولكن اجتمعنا حول هذا العمل خصيصا لعيد مسرح المدينة العشرين. طبعا وقتها طلبت منا نضال الأشقر أنه نشارك بأداء عمل، حبينا أنه نكون موجودين، وطبعا شكر كتير كبير لها. المسرحية معروفة الملك ياموت ليوجين يونسكو، بتحكي عن بلد عم بيموت، عن شخص عم بيموت متمسك بهيدا الكرسي، متمسك بهيدا الحكم، مش فارقة معه أي شيء تاني إلا أنه هو يبقى ويستمر. شوي عاملين لاقتباس وأبروش لحياتنا بلبنان. بعتبر أنه اليوم في شيء عم بيصير بجغرافية العالم عم يمشي بسرعة كتير ومش عم نلحقه، في بلدان عم تختفي، في بوردرز لبلدان عم تتغير، في نزوح عم بيصير، وأنا بلبنان بعتبر أنه بعد شوي رح يصير بدنا ننبش على شقفة أرض نقدر نوقف عليها نتنفس، لأنه ما بقى عم نقدر نتنفس بهالبلد. هيك اخترت أعمل مشهدين صغار بس لكون مشاركة بهذا الاحتفال، هذا المهرجان الحلو. فعم بشتغل مع ممثلين بعضهم مخرجين جديد من الجامعة، فهذا الشيء كتير بيعطيني حماس لأنه بتشوف الحماس فيهم. بحكي عن اثنين نسوان نساء ناطرين يحضروا عرض مسرحي، والثاني اثنين نساء عم يحضروا تلفزيون، ما في مقارنة بيناتهم بس مساق بهيك. أنا رح أقدم عمل موسيقي بعنوان رحالة، هو عمل يعني بينحس أكتر ما من خلال الموسيقى، وهيك هي عودة إلى داخل الإنسان، عودة إلى الذات، وهيك هو تعبيري أكتر ما، وهذا عمل بيعني لي جدا ما نسمع يعني، بس إنه حبيت أقدم هذا العمل بهالمناسبة. الاحتفال
احتفالية معرض صور بيضم أرشيف مسرح المدينة وأبرز المحطات يلي مر فيها خلال سنوات طويلة. مسرح المدينة من سنة 95 أنا بمسرح المدينة بكليمانسو مع الفرقة فرقة مسرح الدمى ومنقدم يعني بقينا نقدم حوالي 10 سنين لعد ما سكر هداك المسرح. يعني كنا نقدم بشكل أسبوعي لشباك التذاكر وبشكل يومي للمدارس. يعني فمسرح المدينة بالنسبة لنا هو يعني المكان اللي اشتغلنا فيه عدد كتير كبير من أعمالنا. المتعطشين للمسرح ومحبيه ناطرين هالاحتفالية للاستمتاع بأسبوعين من المسرح، حاملين معهم مواضيع مختلفة ومشاعر متضاربة. فقرت كلمة اليوم كل مرة بتعرفنا على شخص جديد تلتقي فيه الكاميرا وكمان على كلمة جديدة. من بعد بريك ومنرجع. يعني من الأول للآخر أكلنا تقليد صرنا، عمري 83 سنة، شو بدك يكون بعد؟ وأنا ربيان ضيعة ببعلبك وخلقان هنيك وبنطلع على الجبال وعلى الوديان، يعني نحن خشنين. كنت حلو، شو بدنا فيهم بقى؟ خلص والله أنا ما أتحركش فيهم، هني يتحرك شو؟ ما بعرف على عيوني على ديني على شعري، أنا شعري ما هيدا شعري. مرة ياخدين حقلي نحن عاملين مقطة وبطيخ، أبوي أستاذ مدرسة بدنير. المهم حشاكة في هونيك، كان كل بيت فيه حمار، حمارين حشاكة، كل واحد أخذت حمار ونزلت فيه لوين على الحقلة، عم ناقي مقطة بطيخ، لا مقطة والحمار واقي. والله ما بزل عليك العمى، مديت إيدي هيك لقيت حية عم تعمل سينة هيك ووقفة هيك ومن هون هيك إلى رفراف. خفت جمدت وهي جنبي، وأنا كان يقولوا لي إنه الحية نشابية بتمرق من بطن تطلع من الظهر. ولد أنا 8 سنين عمري لقيت عم تعمل هيك، قلت هلا مثل ما عم بيقولوا هذه بدها تشب علي. كيف طلعت على ظهر الحمار حشاكي ما عرفت، رصور إجرية والرصور وبشك حسين لوين على الضيعة وعمل له هيك للحمار لأنكشو من هون ما في مسلة. ويلا وهداك يلا وطلعي طاير في طيارة. مرة طلعنا لفوق على الجرد عم نقي عكوب، بيعرف العم عكوب، والله أنا وأربعة خمسة وليدات طلعنا شيء كبير هيك عم يلحقنا. شو هيدا اللي عم يلحقنا؟ أتاري شو؟ ضبع. والله العظيم نمشي يمشي بالضيعة فيها لذيذة، يعني طبع حلو، كل واحد معه معدلة يعني بارودة. أول ضرب مصابه، تاني ضرب ما شفناه اللي طلع فوق هيك وخبط. لما نزلنا شوفي كيف كانت الحياة، أول ما نزلنا يعكريت وين كنتوا؟ ما كنتوا متوا؟ هيت أشاطك ليش بياخذ الأشاط؟ مشان يروح لعند أبوه لهذا بياخذ الأشاط بقول له هذا أشطته لابنك لأنه هيك 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 عمل. هذه كانت البيئة من زمان، وكيف التربية حلوة. بس هلا إذا كان التلميذ بيزعل المعلم وضربه بيجيبوا الكلاشين بيضربوه. هذا السلاح اللي إجا لهون، هذا كله من وراء السلاح. شيل السلاح ما صار شيء أبدا. شو بدي أحكي لك بعد؟ قصة طويلة عريضة. هونيك بكير بيناموا وبيصحوا بكير. والله بالأول كان أحلى، هلا صارت دنيا لورا. كانوا البنت اللي تعمل شيء هيك ولا هيك صارت مفضوحة بكل الضيعة. ما تسترجي ياخذوا الأوادي يتجوزوا. هذا يا أخي تروح الأم وتشوفها وتبحبش عنها وتفتش وتفليها تفلية. الضيعة تسوى 100 من المدينة. كلمة اليوم الضيعة أحلى مليون مرة من المدينة. ميرسي. لا خلصني. ميرسي. يلا يلا معي.
بنرحب بضيفتنا كولات نوفل مديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما. صباح الخير كولات. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. كترانين مهرجانات سينما بلبنان وهذا شيء كثير بيبسطنا. نحن قبل ما نحكي عن تفاصيل المهرجان بدورته 16 رح نروح على تقرير، ومن ضمن المهرجانات السينمائيه اللي عم نشهدها كل سنه مهرجان بيروت الدولي للسينما بدورته 16 اللي رح نكون على موعد معه بخمس الشهر المقبل مع ضيوف عالميين، وتم الاعلان عن برنامج هالمهرجان بمؤتمر بنتابع تفاصيله بهالتقرير. فاذا بنشوف المؤتمر والتقرير وبنرجع بنحكي. هن بعدن على الموعد من 19 سنة حيث انطلق مهرجان بيروت الدولي للسينما. فخلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن برنامج هالعام وعن الدورة 16 يلي رح تنطلق ب 5 تشرين الأول وبيستمر لغاية 15 تشرين الأول، حامل معه مفاجآت عديدة وبيئة كبيرة من الأفلام العربية والعالمية يلي حجزت مكانتها خلال هالعام بالساحة السينمائية. الانطلاقة مع فيلم The Girl on the Train للأمريكي تيد تايلر من بطولة أميلي بلانت، والختام مع فيلم وثائقي بعنوان The First Monday in May لأندرو روسي. بهالفيلم بيدخل على متحف متروبوليتان للفن من خلال عشاء سنوي يقام كل عام من قبل رئيس التحرير مجلة فوك أنا وينتر، ويعتبر أحد أهم فعاليات عالم الموضة. Please. If my daughter were not the greatest simpleton on earth, she'd be engaged to him now. But Mama, I can see Sir James is a kind man, but marriage is for one's whole life. أهم شيء مذيع الأفلام، من خاصة من الشرق الأوسط، هدول اللي لازم نصر عليهم، وبعدين الأفلام من المخرجين اللي مهمين بس مش كله من أوروبا. يلي نحن هم لبنان بنطلع على اوروبا، جايبين كثير من اوروبا بس جايبين افلام كمان مش من اوروبا، يلي مخرجين بعدهم صغار وطالعين فوق. الافتتاح والختام بالسينما فوكس بصالات اي ماكس الحديثه. اما العروض الاخرى تقام بصالات الجراند سينما بمجمع اباسي اشرفي. من ابرز الافلام يلي رح تشهدها هالدوره Letters from Baghdad عن قصه جاسوسيه وسياسه، L'autre côté de novembre d'une pierre de coups، كأس العالم للأخوين السوريين محمد وأحمد ملص، إل للمخرج الهولندي بول فيرهوفن، لا دانسوز للمخرج الفرنسي ستيفاني دي غوستو، بيرسونال شوبر للمخرج الفرنسي أوليفيي أساياس، وغير من الأفلام يلي وصل عددها ل 76 فيلم منهم 31 فيلم قصير وأفلام حصلت على جوائز وجالت على مهرجانات عالمية. كونوا كتار واحجزوا أمكنتكم للسفر برحلات مختلفة على بلدان العالم مع مهرجان بيروت الدولي السينمائي بالدورة 16. كولات، يعني مثل ما شفنا من التقرير دورة مميزة جدا، مهرجان بيروت الدولي للسينما عمره 20 سنة وهي الدورة 16 اللي عم بتنظموها، ورغم كل شيء بعده المهرجان مستمر وبعده مضوى. مثل ما خلصنا التقرير بهالرقص والزقف، كمان البوستر لهالسنة كتير مميز، خلينا هيك نبلش نفرجيه يلي مزهر مثل ما نحن عبالنا نشوف بيروت تكون مزهرة، صح؟ ايه بتفتح القلب هالسنة، كثير بتفتح القلب. هيدا شغل الشباب، شاب بيشتغل معنا صار له زمان، مايك مالاجاليون، انت بتعرفي لانه بيشتغل معكم بالسيرموز، هو عمل جرافيك ارتس بس ذات الوقت هيز فيلم ميكر، يعني مخرج ربح عنا من شي سنتين ثلاثة. اوكي، شو الجديد بالدورة السنة؟ كل شيء جديد بالدورة السنة. لا بس الحقيقة اللي الجديد فيها انه الفلوم اللي استلمناهم هالسنة واللي شفناهم واللي عم مرقهم 95% منهم كلهم على مشاكل العالم، كلهم في كم فيهم بيفتح القلب طبعا، والكلهم واحد بيقعد فيهم وما بيطلع قد ما فظيعين. كلهم من الشرق الاوسط ومن برات لبنان ومن دير مندر العالم، يعني النزوح، الهجره، كل شيء الاورجن، الاعضاء، الاعضاء مضبوطه،
بالعراق بهالولاد اللي يتم قاعدين على الطرقات بلمون بياخذوهم على المستشفيات بيرجعوا بيكبون. غير شيء خبرينا شيء احلى. هل بس لازم كلنا كل واحد يهتم بهالافلام؟ هيدا اي فيلم بس سوري هيدا هيدا بالمخيم اليزيدي. لا مش على الايزيديات يلا رح نشوفه ونسمع. هيدا ما بعرف اذا دياب هيدا ايه هيدا رح اقول لك هيدا بمخيم هون بلبنان عم بي لانه عم بيعمل مسرحيه صبي صغير هي مضبوطه القصه ايه مسرحيه لا هيدي تبعت اليزيديه اليزيدي ايه بيعمل مسرحيه جنيت ايز ديابرين خدي حكى انه داعش بنص مسرحيه ليفرجي العالم شو عم بيعاني. يلا خبرينا صوتك هوا. اوكي هيدا الفيلم عن دياب بنظم مسرحيه بمخيم هي مزبوطه القصه ولد عمره سبع سنين بنظم المسرحيه مشان يفرجي العالم الدنيا انه شو هن عم بيعانوا يزيدي قد ايه عمره الولد؟ سبع سنين أوكي. سبع سنين عم بيعمل مسرحيه بس تيقدر يفرجي العالم من خلالها معاناة الإيزيديين. اوكي عم نشوف كمان كنا بعد مشاهد من فايندينغ من لبنان في مجموعه كبيره من الافلام من عده بلدان بس اذا بدنا نحكي عن المنافسه كولات هالسنه كمان المنافسه رح بتكون محصوره ب شرق من المنطقه يلي هي افلام وثائقيه وقصيره معنا افلام طويله نحن مش انه ما بيجينا بيجينا بس اذا ما بيجي كميه 5-6 من مستوى معين ما بنعملها بنمرق المنيح بالبانوراما بنعرضهم بس مش مسابقه نعم. مش بدون في عنا ثلاثة في عنا أربعة نازلين بالبانوراما يلي هن كان نازلين خلينا نبلش مع فيلم الافتتاح كولاد ذا جيرل اون ذا ترين يس هيدا فيلم بتقعدي فيه ما بتنهزي قد ايه وقت ثريلر ساعة ونص هيك شيء ساعة و40 مش ثريلر بجنن انا مش عارفه بالكتاب غرقانه بشغل او شيء مين ما بيعرف حتى البنات اللي بيشتغلوا معنا قالوا لي يي صرنا شهور عم نروح على الليبريه قالوا لنا مقطوع الكتاب نزل بال 2015 ما له زمان نازل الكتاب ايه هلا ودغري تحول لفيلم دغري دريم وركس عملوا فظيع وهي شو هالقصه يعني بتعدي فيه ما بتفهمي غير بالاخر خلينا نشوف اذا فينا بس نطلب منهم يحطوا التريلر تبع جيرل اون ذا ترين لتيت تايلر هو من بطوله اميلي بلانت صح هي بطله هالفيلم فظيع المشاهد يلي عم لا هلا يلا بس لكينا تحضروا مشاهد عن فيلم الافتتاح اوكي والافتتاح رح بيكون بفوكس نعم اوكي مع وباقي ورح الافتتاح والختام بفوكس اغلبيه المهرجان بجراند سينما عباسي اشرفي وفي عنا 2 و3 10 11 عاملين كم عرض بالفوكس كمان وفي عرض واحد بالانستيتيو فرنسي لفيلم هيومن لانه هذا فيلم هن جابوه بس نحن دخلناه بالبرنامج تبعنا وعرض ب 12 الشهر الساعه 8 و13 الشهر بالانستيتيو فرنسي اوكي Rachel, why are you here? Because I'm helping find Megan. I don't think you're helping anybody. I saw your wife with someone. Megan has a therapist. Is that who you saw? What happened that night in the tunnel? Tell me the truth. I read once that when a train hits, they can rip the clothes right off of you. Seen in the area that night. Did you murder Megan Hipwell? No. لكن كولات كنا عم نقول انه كل السنه انت بتدوري على مهرجانات كبيره مثل كان وغيرها بس كمان مهرجانات يمكن مش هالقد تحت الاضواء مثل روتردام تيلرايد او غيرهم وبتنقي افلام بتكون هيك بتشكل مفاجاه بعرضها. كيف اول شيء قررتي فيلم الافتتاح كيف اخترتي انه هذا الفيلم لازم تفتتح فيه نسخه هالسنه اول شيء كنت انا ابرم كثير على الخليج وقت اللي بلشوا كمان كنت روح على امريكا كنت روح على الامريكان فيلم ماركت كنت روح
على روتردام، روح على طهران، هذا كله بشهرين. ارجع اجي من طهران دغري على برلين، من برلين دغري على نيويورك، نيويورك لوس انجلوس للآيل امريكان فيلم ماركت كانت بمارس. هلا تغيرت، صارت بنوفمبر، البرنامج تغير عندي. بس مع السنين صرت لي انه بكان وببرلين بتلاقي كثير افلام اللي بتروح على ساندانس هون وهون بيخلصوا بالمرشي هونيك. ما صرت احصرها اذا بلاد كثير معروفه وين ايه وجهتك يعني. يعني محصوره. يعني صرنا نلاقي كل شيء اللي خرجنا بالماركتس، غير الكومبيتيشن بتطلع ببرلين وبكان وتل رايد. يا ريت فيني اروح، بس هو باول سبتمبر بجنن. بس في افلام كثير من تنعرض بتل رايد بترجع بتنزل بالمهرجان. نحن بناخذها لانه بنكون انا بلاحي من اول سنه شو رح يطلع وبحكي مع الموزعين هون بلبنان، اما باوروبا اما بامريكا، انه مين رح يكون هون. في منهم بينبيعوا هون، في منهم ما بينبيعوا. عم تساليني عن جيرل اون ذا ترين، هو لايطاليا فين. هن عندهم دريم وركس، بس مش دريم وركس انيميشن. هن قالوا لي عنه، قالوا لي قالت عنا شوفي كل الافلام الكبيره ما بقى حدا بيعطيك اياها اذا ريليس ديت بعيد كثير، لانه بخافوا من البيراتاج. اكزاكتلي. بقى قالوا لي قالت عنا فيلم بجنن لدريم وركس، في لتيت تايلر، اميلي بلانت، وكل شيء. بعثوا لي التريلر، هن ما كانوا شايفينه بعد، بشرينه. بقى ما بيشتروا قبل ما عندهم كونتراكات مع الاستوديوهات الكبار وهيك. بقى قلت لها اوكي، ولا هني شايفين ولا انا شفته، ما شفته غير بس على عمياني يعني. لا شفتيه من ايام قليله. انديس كله كان دليل انه فيلم فظيع. رحت شفته الحقيقه نهار اللي كنت رايحه عند مارسيلا معوض، وقتها من شي 10 ايام هيك شي، رحت شفته وهني ما كانوا شايفينه. انا طلعت منه قلت شو هالفيلم شو هيدا. بعدين بس الكل عرفوا، صاروا يقولوا لي كل العالم تري قاري الكتاب، اما بدهم يشتروه ما عم بيلاقوه هون. في البوك كلاب تلفان من يومين قال نحن بدنا تذاكر، في بيع ما في بيع، بدنا كلهم قاريين الكتاب. في حشريه زياده للي قاري. خلينا نضوي شوي على باقي الافلام بالمهرجان قبل ما يخلص. هلا عندنا في كم، انا برايي هالسنه ما بعرف شو هي الكلمه بالعربي لاكلكتيك، بس السلكسيون التشكيلة الأفلام الحقيقة من جميعه. مثلا عندك هيومن يلي راح على الانستيتيو فرنسي، هيدا بيحكي هو يان أرتوس بيرتران، نوع من الجورناليزم يعني. برام العالم بيصوروا الهيومنز هيومنز 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 من دير من دار العالم، مناظر بتطير العقل. هو بصور عادة من الهليكوبتر كمان كتير. في مناظر من فوق بتاخذ العقل، بتاخذ العقل. في مشاهد منه تحت؟ كله عندنا تريلرز لك. هيومن لكن ليان أرتوس بيرتران. بعدين هيدا مثلا، بعدين طلع لنا Letters from Baghdad، قصة جيرترود بيل. من سنتين كان في Queen of the Desert عرضونا عليه، بس أنا ما حبيته أبدا، غير إذا بيقدروا يجيبوا لنا النجوم نيكول كيدمان وجيمس فرانكو. كانوا العالم شافوهم وما شافوا الفيلم. وأصلا نزل بعد سنة وما كتير يعني، لأنه ديعان قصة غنية مثل جيرترود بيل، هي مثل لورنس أوف أرابيا فظيعة. بهيديك الأيام 1900 تروح بالصحراء لحالها بنت عمرها 20-23 سنة. بقى عندنا Letters of Baghdad from Baghdad كمان فظيع، عن حياتها، حياتها مزبوط. هذا فيلم وثائقي، وجايين البنات الجن، بنات صغار يعني انا بعتبرهم صغار، انه يلي عملوا الفيلم هني رح هيدا هنعرض 6 و7 شهر، لانه ب8 شهر بده يعمل بريمير بلندن. عم نشوف مشاهد من هيومن بعتقد هلا، يمكن بعض المشاهد. تذكر هذا يا فيلم؟ هيدا لا فوكوماري. فوكوماري هيدا كله عن التهجير لامبيدوزا. كله الهجرة الغير الشرعية. لامبيدوزا هيدا صح، الجزيرة المقابل ايطاليا اللي عم بيصير فيها بعدين اللي سوري عم نسمع صوت ثاني هلا بيطلع المشاهد. ايه كنت شو كنت عم تخبرينا؟ بقى في عندك Letters from Baghdad، هيدا كمان شيء يعني منه بالطريق العام مثل ما بيقولوا، قصة فظيعة وإلى نحن داخلين فيها لبنان، في مرقت بلبنان وبيحكوا عن لبنان فيه كمان، وهي مؤسسة متحف بغداد. وكانت هي الكونسيي للملك فيصل وقتها. اوكي. وهي ساعدت الإنجليز يرسموا الحدود بالمنطقة. اوكي. مهم كثير كثير. والختام، فيلم الختام؟ هونيك بنشوف بدنيا الجمال.
بديني الجمال، بديني الجلامور، بديني يعني الروك ستارز، الموفي ستارز، نجوم السينما، نجوم الاهم، بيونسي، ريانا، جاستن بيبر، يعني هيدا يلي شي بيطي العالم. فيلم هو وثائقي على عرض اللي عملوه 2015، المعرض اللي عملوه على الصين، صح؟ يلي هو ذا فيرست مونداي اوف ماي اسم الفيلم. ايه، وهو كل سنه لانه بيعملوا جالا للقسم الموضه بالمتروبوليتان ميوزيوم، بيعملوا هالجالا ليطلعوا مصاري ليقدروا يمشوا، وبيطلعوا كثير مصاري. عم شوف مشاهد منه. اوكي، خيال. هيدا الكيوريتر للميوزيوم. كلهم. اوكي، وقت الفيلم هو دوكيومنتري صحيح، بس وقته ساعة ونص، بفوتنا على الكواليس، بخلينا نعرف كيف تنطبخ الطبخة، يعني كيف بيعملوا هالفساتين اللي كأنه قطع عمره 2000 سنة بينتبهوا عليهم. جوهر، كنت عم تخبرينا عن The Devil's Wears Prada. هي أنا وينتور اللي هي تشيربومان للمت جالا وإديتور إن تشيف لفوغ أمريكا، هي الفيلم انعمل عليها، هي الاسيستنت تبعتها، هي اللي بيسموها ذا ديفل ويرز برادا، اللي هي بتلبس برادا. الاسيستنت تبعتها هي اللي كتبت، ما بالفيلم بتشوفي آن هاتوي، هي الاسيستنت اللي مثلتها آن هاتوي، هي كتبت الكتاب، بيسالوها عنه بالفيلم. هيدا خيار هيك حلو بالنسبه لختام المهرجان هالسنه. كولات، لخبرك، ما انا كثير صاحبه مع ال درايفر والبانش، وجايين البنات بقى نزلوا سبتمبر الختام، جايين رح يكونوا هون، رح تتعرفوا عليهم، بجنن الشياطين هالبنات، مهضومين كثير. بقى أو من كم سنه نزلوا سبتمبر ايشو كمان عن فوغ. انا بحب هالاشياء، في اشياء بتفتح القلب. بقى وقت اللي شفت ببرلين انه هلا عم بيعملوا، كان بعد ما خالص ذا فيرست ماندي ان ماي، قلت لها شو هيدا بدي اياه. شي طلع بمارس اول افريل، كان بعد ما رحنا على كان، بعثت لي اللينك، قالت لي كولات طلع، رح ابعث لك اللينك، قلت لها خلص بدي اياه. كان فكرنا نعمل ايفينمون كثير كبير مع اللي صعب واللي داخلين كل الشباب والديزاينرز بلبنان، لانه انت بتعرفي على السجاده الحمراء دوليه اكثر شيء في ديزاينرز، البورسنتاج اكثر شيء هي لبنانيه ديزاينرز. طب كولات، قبل ما يخلص الوقت، ما نحكي عن لجنه التحكيم لعنا هالسنه كمان. هالسنه كلها اللبنانيه، عندي كارلوس شاهين ممثل مسرح وكمان وبيمثل بالسينما، هو رئيس لجنه الحكم تحكيم، وبعدين عندك ندى دوماني انترناشونال بروجرام تبع الرويال فيلم كوميشن من الاردن، السنه الماضيه بعتوا ثيب على الاوسكار، اول فيلم بعد 10 سنين شغل، ما صار لهم في الزمان فاتحين الرويال فيلم كوميشن، بعتوا فيلم على الاوسكار. ايه، وبعدين عندك بيير ابي صعب نائب الفني. اوكي، لكن هيدي لجنه التحكيم، ونحن بدنا نقول لكل الاشخاص اللي مشاركين بافلامهم، اول شيء اكثر من 400 فيلم تقدم صح للمهرجان؟ لا، هيدي بس قسم الشرق الاوسط، 400 الشرق الاوسط. واو، الشباب اللي ناجي والياس دمر واوليفر بيجوا معي على كان، بيشوفوا شي 145 فيلم ب 8 ايام. انا ما بلحق، ما بيناموا؟ لا، ما بيناموا، بشوفوا 4-5 بالنهار، ايه 8 ايام 10 ايام، ايه والياس بضل سبت واحد بشوف 6-5 كل نهار كل نهار، لانه بيرجعوا بيعدون اخر يومين. بقى شو بيصير؟ انا ما بشوف شيء، بيعملوا ليستا بريوريتي. اوكي، يلي ما شفته بس ارجع بنطلب، يعني بس تناخذ فكره قديش عن جد تنظيم مهرجان امر كثير صعب، كثير بيتطلب مجهود ووقت على مدار السنه. مزبوط. ومش بس بينحصر قبل المهرجان بفتره، في عندك يعني تنظيم سنة. سنه 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 من سنه لسنه، من دوره للثانيه، من دوره للثانيه. طيب، من 5 فاذا ل 13 تشرين الاول المهرجان، نحن بنتمنى لكم التوفيق، يعطيك العافيه، بننبسط دائما وقت تجي ضيفتنا، يا ريت فينا نشوفك خلال سنه، لانه انت كمان بنشوفك من سنه لسنه. هالسنه رح تشوفونا من خلال السنه ان شاء الله، لانه بس يخلص المهرجان رح نقلع احتفال 20 سنه
ومننهي باكتوبر السنه الجايه كل 3 أشهر رح نعمل حدث حلو. نحن بالانتظار كل رح نكون يلا وكل التوفيق للدوره 16 فاذا لمهرجان بيروت الدولي للسنه. شكرا رح نتوقف هلا مع بريك ونرجع منتابع القسم الاخير ضلكم معنا. الكنيسة بحاجة لنا نحن الشباب، بحاجة لرجال بكل معنى الكلمة ونساء بيشهدوا للحق حتى لو كلفهم استشهاد. نرجع نتلاقى هو عنوان اللقاء يلي رح تشهد بكره مدرسه مرضوبه للرهبات الانطونيات بروميه. فادي نصر نائب رئيس اللجنه المركزيه لاخويه شبيبة العذراء بلبنان، احنا بنرحب فيك باستوديو اخبار الصباح. كل سنه بنستقبلك وبنحكي عن تفاصيل هاللقاء يلي بيجمع كل هالشبيبه من كل المناطق اللبنانيه. ميرسي لكم على هالاستقبال الحلو كل سنه كمان. اهلا وسهلا فيك وبنرجع نلتقى معكم كمان وبكره كمان حطنا اكثر باجواء هاللقاء يلي رح يجمع هالشباب والصبايا. اللقاء هو عيد 22 لاخويات الشبيبه يلي تنظمت اداريا سنه 1994. في كثير اخويات شبيبه موجوده بالرعايه من قبل بس اداريا تنظمت وقتلت اول لجنه مركزيه سنه 1994. هذا اللقاء بيجمع كل اخويات الشبيبه من كل لبنان، بنلتقي فيه بفرح، بيكون في عده فقرات بقلب اللقاء، كل سنه عنده توجه معين، عنده تام معين بنشتغل عليه. السنه التركيز على دور الشبيبه الوطني انطلاقا من كل يلي عم نعيشه بمجتمعنا. بالاخر نحن جزء من هذا النسيج الوطني يعني. ومركزين كثير على دور الشبيب، قديش نحن كشبيبه ملتزمه قادرين نعمل فرق بمجتمعنا، بمحيطنا، بادائنا السياسي حتى كمواطنين يعني وبادائنا الوطني. فرق بس بشكل سلمي ومهذب ومرتب ومحافظ طبعا. وتحت شروط الانجيل. اكيد يعني برجع بقول لك نحن عندنا دور بقلب الكنيسه. نحن جماعة مش بس عنا دور كنسي يعني، عنا جماعة عنا دور كنسي اجتماعي وطني تسقيفي وطني مواطنين بهذا البلد يعني طبعا. طب فادي بس نقول لقاء لأخوية شبيبة العذراء، في نعرف كتير أخويات بلبنان، ممكن كمان هالأخويات الغير يجوا يشاركوكم كمان فرحة هالنهار؟ هلا بطبيعة الحال ما في أخوية إلا ما بتكون منضوية تحت تحت راية رابطة الأخويات بلبنان. نحن أربع فئات بالرابطة، فئة الفرسان اللي هي تعنى بالأطفال، الطلاقة اللي هي تعنى بالمراهقين، الشبيبه اللي تعنا بالشباب والصبايا من عمر 19 ل 35. هذا اللقاء هو موجه لهذه الفئه العمريه لاخويات الشبيبه. اوكي ما يعني في شك ما رح تشمل الكل، بكون في مشاركه اذا بدك للاداره يعني لجنه مركزيه للفرسان والمركزيه الطلاقه بكونوا حاضرين معنا. اوكي شو رح يتضمن بكره نهار؟ اي ساعه ببلش؟ النهار نحن على الساعه 8:30 بنبلش نستقبل الشباب والصبايا اللي جايين من كل لبنان. ما رح كثير رح فوت بتفاصيل البروجرام مش مرة واحدة. السنة بتقلي ما كثير رح فوت بتفاصيل مفاجأة. لا السنة بدك تفوت بالتفاصيل بدنا نعرف. في عنا أنا بهمني أقول لك شغلة، في فقرتين أساسية باللقاء، في أول فقرة اللي هي القداس اللي رح يكون مع راعي أبرشيت جبال المطران المشرف على ربية الأخويات سيدنا ميشيل عون. والفقرة الثانية يمكن 11 ضمن البروجرام. الفقرة الثانية رح تكون موضوع دور الشبيبة بلبنان وخاصة دور الوطني مع المونسنيور عصام أبي خليل من أبرشيت بيروت المارونية، كمان هذه فقرة كتير مهمة رح تكون. السنة الماضية كم شخص شارككم؟ السنة الماضية كان عندنا بحدود بين 600 و 650 شاب وصبية عملوا ريجستريشن اونلاين على الويب سايت تبع رابطة الاخويات اللي هو اخويات دوت اورج. والسنة قد ايه بتتوقع؟ السنة متوقعين بالعدد انه يكون في اكثر شوي، لهلا عندنا بال 600 وشوي، بس طبيعي مش كل الناس تعمل اونلاين ريجستريشن، في شباب وصبايا بيجوا بيتسجلوا على المدخل. اوكي وين كنتوا مجتمعين السنة الماضية؟ السنة الماضية كنا بمدرسة الحكمة ببرازيليا. برازيليا وكنا عم نشوف هلا بعض المشاهد، فإذا من اللقاء يلي تم السنة الماضية دائما اندور؟ يفضل اندور لأنه نحن بحاجة لمطارح نعمل فيهم بس في المسرح اللي بحاجة لأنه نعمل بروجكشن أو بكون في عروضات بحضروها الأقاليم يلي مشاركين. كمان التأس يعني نحن العيد تبعنا بسائب بنص أيلول يعني بيكون في ريسك برا. اوكي في شيء تعاون مع امريكا رح بيكون هالسنه او شيء لدعم اكثر يمكن دعمكم انتم من خلال تواصلنا المباشر مع الكنيسه؟ نحن من سنتين وجهنا رساله لقداسه البابا حسيناه فيها على دعم
أكثر للشبيبة وللكنيسة بلبنان وتعهدنا فيها أنه نحافظ على دورنا الكنسي الرسولي بالمجتمعنا المشرقي خاصة لأنه نحن نعتبر أنه عنا مسؤولية مشرقية بلبنان مش بس مسؤولية كنيسة لبنان يعني مع كل يلي عم نعانيه مع كل اللي عم نشوفه بالمحيط المشرقي طبعاً من اضطهاد مستحدث يعني من من هجوم على الـ على الـ على المجتمع المشرقي بكل أطيافه عنا دور بهذا الموضوع نحن كأخويات شبيبة أول شيء دورنا أن نصلي لحتى لحتى ربنا يشفع على فينا صح يشفع على طيب كل قبل ما نختم كتير عندي حشية أعرف شو هولي اللي حطتهم على القميص بدنا نقرم عليهم واحدة ورا الثانية وتقلي كل واحدة شو هي هلا في عالم الفاتيكان ولبنان أوكي صح؟ رح بلش بالصليب رح بلش بالصليب يلي هيدا هو عقلبك هيدا عقلبي بس هيدا هدية شخصية من من سيدنا حبيب باشا الله يرحمه نعم واللجنة المركزية كما فهمنا اللجنة المركزية أول بن هو بن أخوية فرسان العذراء نحن مثل ما قلت بنتدرج بالعائلة هيدا لوجو فرسان العذراء يلي ما ممكن اتخلى عنه بحياتي وراه لوجو الطلائع يلي هو مشعل نحن كالشباب بيحملوا مشعل الرسالة اللوجو الثالث هو لوجو الشبيبة يلي هو سفينة بترمز للكنيسة يلي ماشي ببحر هذا العالم واخر لوجو هو لوجو رابطة الاخويات يلي هو عبارة عن حرفين باليوناني الكا والام يعني خيسوس اند ماري يعني يسوع والعذراء واللي فوق هو هذا سوفينير وقت استقبلنا بين وساز بالمطار كان عم توزع لنا هذا السوفينير شو صاير عليك طيب فادي مش متقله هذيك الميله مش هيك بعد بحمل كثير فادي نحن بنشكر حضورك معنا بنتمنى لكم التوفيق وبنشد على ايدكم وبندعمكم برسالتكم كلكم ذوق انا بتشكر والناس مدعوه بكره تشارك كل الناس مدعوه انه تشاركنا بالصلاه وهذا اللقاء هو لقاء للعائله وبيطلعوا الشباب والصبايا من هذا اللقاء معبيين وبفضوا كل راسهم معبى وقلبهم معبى وقلبهم اكيد خلينا نذكر انه رح بيصير بكره فعلا ابتداء من الساعه 8:30 صباحا بمدرسه مرضومه للرهبات الانطونيات صحيح اهلا وسهلا فيك شكرا موفقين اهلا فيك نحن بتكون حلقتنا لليوم وصلت لختامها ورح نختم مع التقرير الرياضي ما تنسوا تلاقونا بكره بحلقه جديده الساعه 7:30 باي باي الجمباز هي رياضه تتضمن اداء سلاسل من الحركات